وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا هبة حسين. شكرا أميرة العقد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة من التلفزيون المصري. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان سجل ارتفاعاً بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 64.6%. أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية سجلت 202.1 مليون دولار في عام 22 مقابل 163.3 مليون دولار في عام 21 بنسبة ارتفاع قدرت ب 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 869.3 مليون دولار مقابل 487.5 مليون دولار خلال عامي المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%. أشاد البنك الدولي بوفاء الحكومة بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بالصعيد والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للبرنامج. وقال وزير التنمية المحلية هشام أمنة قال إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بنى تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت ما يقرب من 16.39 مليار جنيه منذ عام 2018. زار وفد من مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعة المصرية عددا من مدارس التعليم الفني الصناعي في الأسكندرية. أكد الوفد على وجود توجيهات رئاسية مستمرة من أجل تعزيز القطاع الصناعي في مصر والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وضرورة وجود مشروع متكامل للصناعة ومرتبط بالمؤسسات المختلفة ومنها المصانع والشركات داخل مدارس التعليم الفني لضمان تنمية وتأهيل الطلاب. بناء على توجيهات القيادة السياسية والاهتمام بالتعليم الفني ووجود مصنع في مدرسة ومدرسة في مصنع وتخريج جيل قادر على المنافسة سواء المنافسة الداخلية أو الخارجية ويكون قادر على الإنتاج بشكل حقيقي، يمكن النهاردة شرفنا بزيارة من مؤسسة تبدأ اللي هي بالفعل إن شاء الله تعتبر نقلة نوعية الفترة القادمة والسادة المطورين وأصحاب الشركات لعملية الزيارات لمدارس التعليم الفني في محافظة اسكندرية. احنا طبعا عندنا توجهات من السيد الرئيس في المبادرة بدعم القطاع الصناعي بما في ذلك طبعا قطاع التدريب الفني وتحقيق التكامل لكل القطاعات التدريب الفني في الجمهورية ما بين الوزارات وما بين الهيئات الغير حكومية بما فيها طبعا وزارة التربية والتعليم والصناعة والقوى العاملة ووزارة الإسكان والتطوير التعليم والتخريج فني ماهر. احنا بنشتغل دلوقتي على تطوير التعليم الفني بكل قطاعاته بكل المناطق الجغرافية وشغالين على محاور كتير منها البنية التحتية والمناهج وتدريب المدربين وعمل حوكمة إلكترونية للمشروع بالكامل. حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة الأيزو في مجال استمرارية الأعمال كنتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ. وتعكس هذه الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءا من عمليات التحليل والقياس مرورا بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما توقفت بصورة مؤقتة مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما يهدد بتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها، الأمر الذي سيقلل من الطلب على الطاقة. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 0.8% لتسجل ما قيمته 75 دولار و 58 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هو الآخر بما نسبته 0.3% ليسجل 71 دولار و 69 سنتا للبرميل. أما بالنسبة لأسعار المازوت فهبطت هي الأخرى بما نسبته 1.22% لتسجل 2.35 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.27% لتسجل ما قيمته 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أجرى الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الأرجنتين وتشيلي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقيات تضمن زيادة الوصول إلى المعادن الحيوية كالليثيوم والذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار مساعى الاتحاد الأوروبي لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بسيارات كهربائية خالصة بحلول عام 2035. هذا وقد أوضحت المفاوضية الأوروبية أن البدء في توقيع مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات الأولية يمكن التوصل إليه في غضون بضعة أشهر، ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل دول أمريكا الجنوبية الأخرى. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة وأميرة. أشكرك مصطفى.